وسهلا. اهلا وسهلا. في حياة الإنسان أحياناً بعض الشغلات اللي تحصل تغير مساره من غير ما يكون حاسب لها أي حساب. صحيح. أنا ما كنت نهائياً أفكر أنه أدرس طب نهائياً بالأساس. شلون؟ أنا كنت متفوق جداً بدراستي بمجال الرياضيات واللغة العربية، حتى أني قرضت الشعر من كان عمري يعني بالسنوات الإعدادية. شلون؟ السنوات الإعدادية. لكن حصل حادث جعلني أغير كل مسار حياتي، هو أنه أختي اللي كانت أصغر مني بسنة فجأة توفيت بشكل سريع وفجائي. هذا الأمر يعني صدمني جدا، يعني كانت لا تعاني من أي مرض. أنا كنت صف تاسع، هي كانت صف ثامن، عادت من المدرسة فجأة صارت صداع صداع صداع، أخذناها للمستشفى خلال ساعة كانت متوفية. التشخيص اللي أعطاني الأطباء لم يقنعني نهائياً بهذاك الوقت، رغم صغر سني ورغم أني كنت لا ليس لدي معلومات، ما اقتنعت. قالوا التهاب سحايا. قلت التهاب سحايا؟ إيش التهاب سحايا؟ كيف التهاب سحايا عند إنسان لم تعاني من الحرارة ولم تعاني من أي شيء وكانت بالمدرسة وجاية كذا؟ فهذا الأمر فتح عندي مجال وتساؤلات كبيرة عن الحياة، عن الموت، عن أسباب الوفيات بهذا الشكل السريع جداً والمباغتة. فأصبحت منذ ذلك الوقت أحاول أن أدرس هذا الأمر، ودخلت في هذا المجال وقررت أن أدرس الطب. درست يعني أنهيت التعليم الثانوي بتفوق ودخلت بجامعة دمشق، أنهيت الطب في جامعة دمشق، ثم وجدت الجواب لتساؤلي. يعني وجدت أن هذا الأمر ما ممكن أن يحصل إلا بانفجار دموي في الدماغ نتيجة تشوهات إما ناسور شرياني وريدي أو أم دم نسميها. هذا الشكل السريع من الوفيات بهذا الشكل وبدون سوابق مرضية ما ممكن يحصل إلا بهذا الشكل. فكان يعني هذا أحد الأمور التي دفعتني إلى دراسة الطب. سبحان الله، يعني الإنسان أحياناً تجد أنه يعني يخطط لشيء ويجد نفسه بمكان آخر. ثم فيما بعد يعني كان أمامي، أنا كنت باعتبار أنه يعني حساس جداً وأكتب الشعر وكذا، يعني موضوع الطب والدم والكذا كان شوي صعب علي، لكني كنت أعشق الأطفال، يعني لا أحب الأطفال بشكل جنوني، يعني ولا أتحمل أن أرى طفل وهو يأتي مع أبيه وهو ذبلان مسكين يعني والحرارة والكذا. لذلك كان أمامي تخصص وحيد هو الأطفال، لذلك قررت أن أتخصص في طب الأطفال. ذهبت إلى فرنسا وتيسرت أموري، أنه رب العالمين يسر لي أنه هناك بروفيسور كبير جدا في طب الأطفال، يعني أخذني تحت رعايته وعملت عنده ودرست وأخذت شهادة الدراسات العليا في طب الأطفال الفرنسية وعملت معه، عملت معه وتعلمت منه الكثير، يعني الكثير الكثير، عدا عن موضوع الطب، موضوع التعامل مع الإنسان كإنسان، يعني النظرة الإنسانية للمريض، هذه الأمور التي أحيانا نفتقدها للأسف في تعاملنا مع المرضى. تعلمت منه كيف كان أحياناً إحنا لما نمر على نعمل الفيزيت الصباحي أو الدواء الصباحي على المرضى، لما يجد طفل يحتاج إلى غيار يقوم بغياره بنفسه، يعني هذا التواضع وهذا، رغم أنه يعد من القلائل يعني على أصابع اليد الواحدة بين البروفيسورية المشهورين في فرنسا. كان البروفيسور شارل جيزيكيل الله يرحمه، توفي طبعاً. نعم. فيعني ذلك تعلمت منه الكثير وقضيت بقيت هناك يعني حوالي 17 سنة في فرنسا أمارس طب الأطفال في نفس المستشفى الجامعي الذي تخصصت فيه. وبعدها يعني شاءت الأقدار كما قلنا، أن هناك يعني أحيانا أمور شغلات رب العالمين يرتبها،
أن ألتقي بأحد الأخوة الذي عرض علي فكرة أن آتي إلى دولة قطر، وطبعاً حدثني عن دولة قطر وأعجبت جداً بما حدثني عنه. هي دولة يعني كانت في طور النماء والنمو والتقدم، عرفت شلون؟ فقال لي إنه نفتح عيادة، مجموعة عيادات، وتستلم الموضوع وتصير المدير الطبي. وافقت على الأمر وجئت إلى الدوحة، وأعجبت بالدوحة بوجهيها، بوجهها البسيط عندما في 2003 عندما جئت وكانت الأمور يعني بسيطة جدا جدا، وبوجهها الحضاري الذي وصلت إليه اليوم بعد أن أصبحت تضاهي كبار المدن المتقدمة في العالم يعني. نعم، فأعجبت بها بوجهيها وبطيبة ويعني تعاون شعبها، ويعني قضيت فترة أيضا لا يتقل عن 20 عاما أعالج الأطفال والذين يعني أصبحوا شبابا حاليا. وما يسرني ويثلج صدري حاليا عندما أتلقى مكالمات أو زيارات من بعضهم الذين يدرسون سواء الهندسة أو الطب، أو يعني أصبحوا شبابا ما شاء الله ويأتوا، فهذا يعوضني يعني عن التعب والمجهود الذي بذلته في الدوحة لتقديم هذه الخدمة لهذا البلد الرائع. تأسست ب 2008 كما قلت، أنه أنا جئت أول شيء على هذا المركز الطبي الحديث، ثم لم يكتب له أن يستمر، فذهبت إلى إحدى المستشفيات الخاصة مارست فيها طب الأطفال. كنت أول طبيب أطفال فرنسي يأتي إلى الدوحة، فلذلك استقطبت كل الجالية الفرنسية والمتكلمين باللغة الفرنسية هنا، يعني سواء من أخواننا العرب في المغرب العربي أو حتى الأفارقة اللي يتكلموا الفرانكوفون، يعني اللي يتكلموا اللغة الفرنسية، كانت نسبة كبيرة منهم تأتي إلى عيادتي، وتطورنا في هذا الأمر. فأصبح عندي يعني رغبة في أن أفتح عيادتي الخاصة، وقمت بفتح عيادتي الخاصة ب 2008، والحمد لله يعني الأمور توفقنا. نعم، طبعا الطفل، ما يميز الطفل شغلتين. الشغلة الأولى أنه كائن في طور التطور، يعني أموره لم تستقر تماما، يعني لذلك يعني الطبيب الأطفال يجب أن يراعي هذا الأمر. لذلك من الأخطاء الشائعة أنه مثلا يمرض الطفل بمثلا موضوع صدر، نأخذه إلى طبيب الصدرية دون أن نمر على طبيب الأطفال. طبيب الأطفال له ميزة أنه يعني درس وتطور الطفل ومراحل تطور الطفل في كل، سواء الجسمانية أو العقلانية أو النفسانية، لذلك هو مؤهل أكثر للتعامل مع الطفل. وهذه نصيحة أقدمها للأهل، يعني أنه المرحلة الأولى أن يمر على طبيب الأطفال، وإذا رأى هو أن الأمر يحتاج إلى تخصص معين يحول الطفل إلى هذا التخصص. فإذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الطفل غالبا لا يعبر عن آلامه أو لا يستطيع التعبير بشكل أين يتواجد الألم. فأنت المفروض يعني بخلال معرفتك وخبرتك، فلذلك الطبيب ذو الخبرة أيضا هو طبيب يستطيع التعامل مع الأطفال بشكل أفضل، لأنه يعني مرت عليه حالات كثيرة، فصار يعرف من خلال شكوى الطفل، من خلال فحص الطفل، أين يكمن المرض وكيف يتم العلاج بشكل أفضل. طبعا طب الأطفال يعتمد في نسبة كبيرة منه على شيء اسمه نسميه طب الأطفال الوقائي. طب الأطفال الوقائي، وهذا للأسف غير يعني متوفر كثير في عقليتنا إحنا هنا، أوكي، في بصورة عامة عند بالبلاد العربية، هو إنه لا نأخذ الطفل على الطبيب حتى يمرض فقط، بينما الطفل يحتاج متابعة، يحتاج أن نرى تطوره الوزني، تطوره الطولي،
تطوره العقلي، تطوره النفسي، تطابقه مع التطور الطبيعي للأطفال شلون في النمو. يحتاج إلى ما هو جيد في دولة قطر هو فعلا المتابعة الحثيثة لموضوع اللقاحات. اللقاحات في هذا البلد متابعة بشكل جيد، وتقريبا نسبة غطاء اللقاحات تقريبا لا يقل عن 99%، يعني هناك تسرب قليل جدا جدا، وهذا يضاهي حتى الدول الأوروبية أفضل من الدول الأوروبية بكثير. يعني في الدول الأوروبية هناك نسبة من الناس اللي رافضة لفكرة اللقاح أصلا، وهذه النسبة بازدياد للأسف، يعني رافضة لفكرة اللقاحات، لذلك تجد من يتسرب من موضوع اللقاحات ولو أن هناك أنظمة يعني تجبرهم على أنه يعطوا اللقاحات الأساسية الضرورية. لكن هنا في قطر اللقاحات تعطى في المراكز وبشكل مجاني للأطفال جميعا، ولا يسمح للطفل أن يدخل المدرسة إلا إذا كان جدول التلقيح تبعه كامل، فهذا شيء ممتاز. فيعني هذا الأمر أنا يسعدني جدا جدا أن أراه، لأنه أنا أمثل شريحة من الأطباء اللي رأوا الأمراض قبل عصر اللقاحات وبعد عصر اللقاحات. رأينا الحصبة ومشاكلها ومصائبها التي ممكن تسببها، شلل الأطفال ومصائبه الذي ممكن أن يسببه للأطفال، والإعاقات الدائمة والمؤلمة التي نراها عند الأطفال. ورأينا هذا الأمر كيف انحسر بشكل كامل، وأصبحنا لا نرى يعني موضوع الحصبة، موضوع شلل الأطفال، موضوع الحصبة الألمانية، موضوع الجدري. حتى هنا للأمر الجيد أنه جدول اللقاحات في دولة قطر يتضمن لقاحات لا توجد حتى في فرنسا، يعني مثلا لقاح الجدري الماء اللي هو الفاريسيلا أو تشيكن بوكس، هذا بفرنسا لا يعطوه بسبب أنه شوي مكلف ويكلف يعني خزينة التأمين عندهم، تعرف شلون. فيقولوا انه شلل هذا عبارة عن الفاريسيلا او التشيكن بوكس او الجدري المائي، هو مرض سهل يصيب الاطفال. ولكن هذا الجدري المائي اذا كان اصاب الشباب او الادلت، يعني الناس المتقدمين بالسن، مصيبة، يعني له يعني اعراض شديدة جدا جدا. وانا أذكر أنه ابنتي أصيبت به بعمر 17 سنة وهي عائشة في فرنسا ولم تأخذ اللقاح، وللأسف أنا خرج من بالي أن أعطيها إياه عندما كانت، فأصيبت به في عمر 17 سنة، فكان يعني قضت أيام مريرة جدا جدا. صحيح أنه سليم بالنهاية، يعني غالبا في نسبة كبيرة حوالي 90% سليم، لكن هناك لا يقل عن 15 يوم من العذاب والألم والشديد جدا جدا. لذلك هنا اللقاحات في جدول قطر تتضمن هذا اللقاح، وتتضمن لقاح الهيباتيتس A أيضا، هذا أو الكبد الوبائي A، هذا أيضا غير مشمول في دولة في فرنسا مثلا. أوكي، فلذلك يعني مثل ما حكيت هنا الميزة في هذه الدولة أنه اللقاحات تعطى للكل وتعطى بشكل مجاني. ويعني من لا يستطيع أو لا يستطيع أن يذهب الانتظار في العيادات الدولة، يستطيع أن يأتي إلى العيادات الخاصة للأطباء الأطفال ليأخذ هذا اللقاحات أيضا. النصيحة المهمة جدا 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 هو أنه مثل ما حكيت أنه لا نأخذ الطبيب الطفل على الطبيب فقط عندما يكون مريضا، يجب أن تكون هناك مراحل. مثلا أذكر بفرنسا مثلا هناك عدة فحوصات إجبارية، ويربط هذه الفحوصات الإجبارية في عند الولادة في اليوم الثامن، عند العمر الشهرين، عند العمر كذا، يربطوها بالمساعدات الاجتماعية، يعني لا يدفعوا المصاري للطفل للأهل إلا إذا أخذوا حتى يجبروهم على ليش؟ لأن هناك ضرورة لكشف الأمور في بدايتها، يعني إذا كشفنا أي علة أو تأخر أو عدم نمو عند الطفل في بدايته نستطيع تدارك هذا الأمر مع الأهل بشكل أفضل وبشكل أسرع وبشكل فعال أكثر.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الطفل بصورة عامة، الطفل اللي بشكل جيد يأكل ويلعب ويعني ينام بشكل جيد غالبا يعني هو هيلثي، هو صحي يعني. متى حدث هناك أي تغير بأحد هذه الشغلات، إما بلعب الطفل أو بنشاط الطفل أو بأكل الطفل أو بنوم الطفل، يجب مراجعة الطبيب، لأنه الطفل لا يستطيع أن يأتي إليك ويقول أنه أنا أشكو من كذا أو أشكو كذا. أي تغير بالبيهيفير يعني بالكومبورتمان بالتصرفات تبع الطفل لهي مباشرة، يجب أن تشك أن هناك شيء غير سوي، يجب أن يراجع الطبيب وأن يؤخذ يراجع المريض ويأخذ الطفل إلى الطبيب لإجراء الفحص مباشرة ولتدارك الأمر. هلأ صراحة عرض علي كثير أن أوسع العمل، يعني أن أتعاقد مع أطباء آخرين وأقوم بعمل مركز طبي. أوكي، لكن يعني أنا باعتباري يعني أفضل أن يعني أكرس عملي وجهدي كله لطب الأطفال، فضلت أن أستمر كعيادة أطفال فردية. وابني حاليا يعني هو في السنة السادسة لكلية الطب، يعني ما أنظر إليه هو أن يتم تعاون بيني وبينه عندما ينهي دراسته، ربما يتخصص أيضا طب أطفال، وربما نستمر سويا لمتابعة هذا الأمر ورعاية الأطفال ومعالجة الأطفال بصورة عامة. أكيد لا، كان لها دور كبير جدا جدا جدا. نعم. يعني كانت رفيقتي في كل رحلة التي قمت بها، من أول ما تزوجنا في سوريا إلى أن ذهبنا إلى فرنسا إلى أن عدنا إلى هنا يعني. نعم. وكان لها يعني الباع الطويل في يعني مثل ما حكينا الاستقرار النفسي والراحة النفسية. نعم. تهيئ لك الجو المناسب للإبداع، للتقدم، للتطور، للعمل. نعم. وهذا ما أمنته لي زوجتي يعني كان الأمر فعلا لها، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لها وبالعرفان بأنها فعلا كانت وراء نجاحي. طبعا أنا يعني أؤيد كلامك تماما تماما، ومثل ما قلت يعني أنا يعني صار لي 20 سنة في هذا البلد، رأيت كيف انتقل هذا البلد بشكل يعني بشكل رائع، يعني من حال إلى حال. يعني كانت البلد خلال الفترة الماضية هي ورشة عمل متكاملة في كل المجالات، يعني في مجال البناء، مجال الصحة، مجال العمل، مجال الاستثمار، مجال يعني كان هناك عمل متكامل ومتطور ويعني شديد جدا جدا، بحيث وصلنا فعلا وصلنا بفضل من ذكرتهم يعني سيادة الأمير يعني والأمير الوالد من قبله، وصلنا إلى هذه إلى مصاف المدن العالمية، يعني المدن المتطورة جدا جدا في كل المجالات، مجال الطرق والمواصلات، مجال البناء والبنية التحتية، مجال الصحة. يعني هلا لا تكاد تجد مكان في قطر إلا وفيه العديد من المراكز الصحية والمراكز الطبية المتطورة، عرفت شلون، والمستشفيات. يعني كان عدد لما كنت أول ما جيت على قطر كان هناك مستشفى الدوحة فقط كعيادة خاصة، عرفت شلون. حاليا يعني المستشفيات عندك التركي الكوري متعددة، يعني مستشفيات عديدة جدا جدا، عدا عن تطور مستشفى حمد. مستشفى حمد كان مستشفى يعني صغيرة، لكن هلأ حاليا ما شاء الله يا مدينة مستشفى حمد. أي نعم،
فكل هذه المجالات المتطورة ما كانت لتحصل لولا التخطيط والتنسيق والدعم والإرشاد من قبل القيادة الحكيمة لهذا البلد. والله لوالدتي أول شيء، لأنه أنا والدي توفى وعمري 5 سنوات، فكانت والدتي هي التي يعني دعمتني بكل الإمكانيات، هي الشخص الأكبر اللي أذكر لها يعني الفضل في أنه ساعدتني في البداية. وبعدها مثل ما حكينا يعني هناك سبحان الله أمور أحياناً رب العالمين ييسر لك أناس يعني يساعدوك ويدعموك من حيث لا تدري يعني. صحيح. فكل هؤلاء الجنود المجهولين الذين دعموني أوجه إليهم أيضاً رسالة شكر، أعرفهم أو لا أعرفهم. يا واهب النفس والدنيا وبهجتها، ويا مقلب أحوال الورى فيها، ويا مقسم أرزاق الخليقة من مال وجاه وأطفال نربيها، أبدعت في الخلق حب الطفل مرحمة، كي ينسن الحب أتعابا نقاسيها، ويمسح الحب آلاما نكابدها، ويكلأ الحب أوجاعا نعانيها. قالوا الطفولة أكباد لنا درجت فوق الثرى، قلت بعض لا يوفيها، أطفالنا نبض شريان الحياة وهم سر الوجود، هم الدنيا وما فيها. حب الطفولة سر الحب جوهره، ونعمة الله جل الله باريها، لولاه ما وضعت أم ولا حملت تسعا ولا سهرت طوعا لياليها. إن شابه ألم يوما تكابده فيها، وتشعر بالآلام تبنيها. إذا الحرارة في ليل تلم به، وجدت نارا على الأحشاء تصليها، تنام إن أغمضت عيناه مهجتها، تغفو وترتاح والأحلام يرخيها. وإن عصاه الكرى فالعين ساهدة، ويهجر النوم أياما مآقيها. فيض من الحب بحر لا قرار له، لو وزعوه على الدنيا سيكفيها. حب الطفولة عند الأم معجزة، يحيل مرء الضنا شهدا ويسقيها، تقر عينا إذا ما بات مبتسما، فبسمة الطفل بعد الكرب تكفيها. يعطيك ألف عافية.